في محاولة جديدة للتقدم نحو تحقيق السلام وإنهاء الحرب في اليمن، يعود طرفان النزاع إلى طاولة الحوار تحت إشراف فريق الأمم المتحدة، حيث تبدأ الجولة الثانية من اجتماعات لجنة المراقبة الأممية في مدينة الحديدة اليمنية. الاجتماع يبحث اتخاذ خطوات فعلية على الأرض لتنفيذ اتفاق السويد، خاصة بعد انتهاء الجولة الأولى من الاجتماعات دون تحقيق تقدم يذكر بشأن الرصد وآلية التنسيق لوقف إطلاق النار وضمان تحقيق إعادة انتشار ذات مصداقية. وأعربت الأمم المتحدة في بيان لها عن خيبة الأمل إلى عدم وصول الأطراف إلى خطوات لبناء الثقة. من جانبه أكد باتريك كاميرت رئيس فريق المراقبة الأممي أن أي إعادة انتشار لن تكون ذات مصداقية إلا إذا تمكنت جميع الأطراف والأمم المتحدة من الملاحظة والتحقق من أنها تتماشى مع اتفاق السويد. وجاء ذلك عقب الإجراءات التي قام بها الحوثيون بتسليم ميناء الحديدة إلى خفر السواحل التابعين لهم بالأساس، ما أدى إلى غضب عارم لدى كاميرت على حد وصف البيان.